ها؟ كيف كذا؟ مضبوط رنس. ايه ممتاز. شوف تبغى احد يهدي لك او تهدي له، اوكي؟ ايوه. يتواصل مع التطبيق وقف الايتام صح في البلد الحرام، ويرسل لهم اني ابغى اهدي الشخص هذا القيمه الفلانيه. إيه؟ يجيه درع. هذا قيمته طبعا، هذا قيمه الدرع هذا 6000 ريال. لا والصغير 3000 ريال. حلو. وترى هذه والله نشوفها انها جدا افضل هديه. انا اشوف انها افضل هديه صراحه. مكتوب هنا اهداء، اهديك اجرا لا ينقطع في وقف الايتام بالبلد الحرام، تكون مرفقا لخير الانام. يعني ما اجمل من وقف الايتام انزين يكون عندك بالبلد الحرام. ايه يكون عندك بالبيت ومعلقه درع جميل. لا وبزيدك ايش عربي صح. بعض الهدايا يهدي لك اياها الشخص وتروح ممكن تنكسر، ممكن تضيع، ممكن يخلص. عرفت يخلص حاجه في وقتها، عرفت؟ فعلا هذا باقي لك، صح انه درع وباقي لك عند ربي يعني شيء جميل انك تحطه مثلا بالمجلس عندك، ولا تحطه مع الهدايا اذا انت ما شاء الله كنت مبدع وهذا صح. عندك يعني شهادة اضافه للدروع اللي عندك شهادة زي كذا، حطها من ضمن الشهايد اللي عندك. وهذا الدرع يعني يحمل اسم طيب. أيوة واجر الله. عظيم. اي أيوة والله صراحه يعني اشوف أيوة انه لا راح بين الدروع انه بيكون افضل صراحه. فعلا فعلا اي والله انك صادق. هلا ابو سلمان.